لم تمنع الإعاقة البصرية من بركات أبو عفاش ابن النقب من تنمية موهبته الموسيقية، حيث درس الموسيقى على أصولها في القدس ليحول الموهبة إلى مهنة. هذه رسالة لكل إنسان إنه بإمكانه إنه ينجح، وأنا حولت الموسيقى من هواية إلى مهنة. وأنا عندي الحمد لله متزوج وعندي أولاد 2، ودائما يعني بصبو إنه أولادي يتعلموا موسيقى، لأن الموسيقى هي غذاء الروح حقيقة. وأنا الحمد لله يعني أبدعت في هذا المجال رغم شح الإمكانيات وقلة الإمكانيات، وصلت الحمد لله لمرتبة اللي أنا يعني راضي عنها. أنا العربي الوحيد من النقب اللي خريج اللقب الأول في الموسيقى العربية في جيف عترام. رغم إعاقته إلا أن أبا مراد ينشط أيضا في منح الاستشارات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون لهم سندا وقت الحاجة، ورسالته إلى المسؤولين واضحة جدا. لم أجد العون والسند لكي أعيش في القرية، لأنه لا توجد شروط الإتاحة نهائيا في البلد. ومن هنا أنادي وأناشد حقيقة يعني كافة المسؤولين أن يضعوا موضوع المعاقين على أجندتهم. مدينة سكانها يمكن فوق 70,000 زي راهط، ما فيها إشارة ضوئية، فما بالك يعني قس على ذلك كافة يعني أمور الحياة الأخرى بالنسبة للإتاحة. ومن هنا أنادي وبشدة أن يتغير الوضع حتى نصبح سواسية زي المدن اليهودية.